السلام عليكم، معكم الأخ عبد الرحمن ذاكر. إن شاء الله الآن غنشرحوا فريز الفيرب لوك لوك باك لوك باك. اوكي، دونك لوك مثال لوكين باك اون ات. ايف ابسولوتلي نو ايديا واي اي سي ذات. هنا لوكين باك نبغي يعني تذكروا كان باك هوم، يعني كان باك هوم هي شي واحد رجع للمنزل ديالو. هنا لوك هي النظره، اوكي، لوك 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 باك هي هنا لوك باك اون ات، يعني بحال خديت واحد القرار مثلا، ولكن لوكين باك اون ات يعني استرجعت يعني الطريقه باش خديت القرار واسترجعت الايجابيات والسلبيات ديال القرار، يعني شتو بتمعن اكثر. I have absolutely no idea، ما عنديش على الاطلاق اي فكره. Why I say that، علاش قلت هذا الكلام. دونك هنايا كلام يعني يمكن يكون قرار او تختي واحد القرار او تختي واحد وجهة نظر او تختي واحد الطريقه او تختي هذا، تجي واحد اللحظات يعني looking back on it، looking back on this decision، looking back on this saying. اوكي، يعني مني تشوفها بطريقه ديالك وتتشوفها بتمعن وتتشوفها هذا، دونك هذه هي looking back، يعني تتفكر فيها بواحد الطريقه عميقه، يعني يقدر يكون قرار، يقدر يكون وجهة نظر، يمكن يكون طريقة، يمكن يكون محادثة مع أي شخص. looking back يعني أي حاجة تعاود تذكرها بتمعن وبتدقيق. هذا هو الشرح المبسط ديال look back. دونك نتمنى بأن الشرح كان بسيط وكان سلس، وإلى أن نلتقي فرصة قادمة، والسلام عليكم.